أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. المسلمين، الأمة الإسلامية جميعا والأمة العربية جميعا أينما كانت مجدت الإسلام وغير المسلمين، العالم كامل كان قدموا لهم الإدانة ديال الشعب الفلسطيني اللي الصهيون غار عليه ونبدو كان دين وحزف نفسي. أنا من مدينة طنجة، من طنجة جيت للرباط باش نشارك في المسيرة باش نعلنوا على الغضب ديالنا والتأسف ديالنا، وكان أزروا إخواننا في فلسطين على حماس اللي العالم كامل حزف في نفسه كيشوفوه، وحتى شي واحد مهدار ولا ندد بهذا الشيء ديال إسرائيل وأمريكا الدولة العظيمة اللي تقول حقوق الإنسان هي اللي صفطت الإعانة وعاناتهم على الظلم والطغيان. أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق المسلمين والعالم كامل والآدمية كاملة والمسلمين وغير المسلمين؟ فينا هاد حقوق الإنسان؟ فينا هما؟ الطغاة طغى وتجبروا وكيقذفوا وكيقتلوا الشعب الضعيف. هذاك الشعب ضعيف ما عنده لا قوة ولا دبابات ولا صواريخ، عندهم الله وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام والأقصى حق المسلمين كاملين فيما كانوا، العالم كامل حقه في الأقصى وحقنا في الأقصى حنا خصنا نمشيو ليلو ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله الناس للاسلام المسلمين يتحدوا وينوضوا يمشيوا يديروا هذا الشيء ويمشيوا لفلسطين ويحرروا القدس، القدس ديال المسلمين كامله، العالم كامل القدس ديالو. وكنبدوا كندينوا هذا الشيء اللي عملت اسرائيل اللي كتقول هي عندها حقوق الانسان وهي من الناس اللي كيعطيو الحقوق والحريه، هي الظالمه هي الغاصبه كتغصب الاطفال والشيوخ والنساء. هذا ما انزل الله به من سلطان لا في الامم كاملين لا في الديانه كامله كندينوا هذا الشيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.